احنا كل يوم في حياتنا في تفاصيل حياتنا بنكون مهتمين بمواضيع وبتفاصيل ما ينفعش ابدا نقول ان هي مش مهمه. يعني تفاصيل الاكل والمعيشه والتربيه وتعليم ولادنا في المدارس والسناتر والدروس الخصوصيه والبطاطس والطماطم، كل دي حاجات الحقيقه هي مهمه، مهمه جدا، دي اساس حياتنا. في عالم كبير اسمه ماسلو، ماسلو ده يمكن اساتذتنا في علوم الموارد البشريه والتنميه البشريه طبعا بيدرسوا انه ليه هرم كده اسمه ماسلو نيدز، او يعني تعريفات العالم ماسلو لاحتياجات البشر. الهرم ده مترتب، ففي بيجي في الاول طبعا الحاجه الى حاجه الانسان، النيدز الاساسيه، الحاجات الاساسيه للانسان، بيجي طبعا في المقام الاول الحاجه الى الماكل والمشرب والامان، الامن والامان والهواء اللي بنتنفسه والبيئه المحيطه، ثم ينتقل بعد كده الى مجموعه اخرى من الاحتياجات. لكن الحقيقه انه في 2018 وقبلها بسنوات يعني مش قليله، في احتياجات اخرى البشر محتاجينها، وفكرة الانغماس في حياتنا اليومية بشكل ان احنا نبقى طول الوقت دماغنا مشغولة ببطاقة التموين وزحمة المرور والبطاطس فيها ازمة ولا لا، تاني بكرر دي حاجات مهمة جدا، لكن هي مش كل حاجة، مش كل حاجة، لانه الزمن اتغير، الزمن تطور، العلم تطور. لما تعرف كده وتقرأ من كام يوم انه في علماء اكتشفوا في صحراء اسبانيا انه في بكتيريا زرقاء اكتشفوها على عمق 600 متر تحت سطح الصحراء، ودي صحراء قاحلة في أوروبا في منطقة في أسبانيا. البكتيريا الزرقاء دي لما أخدوها وحللوها اكتشفوا أنه في احتمال كبير قوي تكون دي دليل أو دلالة على وجود حياة على سطح المريخ. فهنا فكرة أنه بنتكلم على كواكب أخرى، بقى مش بنتكلم إحنا طلع على القمر ولا لأ، ما خلاص القصة دي خلصت من 40 سنة فاتوا، إحنا بنتكلم إنه قد يكون هناك مؤشرات علمية حقيقية على الأرض، العلماء في العالم فعلا بدأوا يتكلموا فيها، تشير إلى قدرة بعض المخلوقات الميكروبية اللي اكتشفوها دي اللي هي البكتيريا الزرقاء دي، إنها تتغلب، بالميكروبات دي تقدر تتغلب على الظروف البيئية والمحيطة القاسية. ودي لقوها موجودة في شبه جزيرة اسمها آيبيريان، دي موجودة في الطرف الجنوبي في أسبانيا. يعني كائنات الحية دي بحسب ما اكتشف العلماء، ولسه طبعا الدراسات مستمرة لغاية دلوقتي، وأعتقد حتى أن في كذا دولة أوروبية بعتين فرق بحث علمي وعلماء يعني يحللوا ويكتشفوا ده. الكائنات الحية اللي اكتشفوها في صحراء أسبانيا دي، بكتيريا الزرقاء دي، بتقول لك أن احتمال يبقى في كائنات حية شبهها عايشة على المريخ. وبالتالي الفكرة إيه؟ أنه طالما الكائن الحي ده، الميكروب ده، هو كائن حي في النهاية، يعني بيتنفس وبيعيش وبيتكاثر، كل البروسس اللي احنا عارفينه لأي كائن حي، طالما موجود على الأرض 600 متر تحت عمق سطح الصحراء، وطالما هو نفسه ده أصلاً ممكن يكون موجود في المريخ، إذن قد تكون هناك حياة حقيقية على كوكب المريخ. أنا الحقيقة أول ما قريت الخبر افتكرت العظيم مدحت صالح وهو بيغني من زمان قوي قوي كوكب تاني، نفسي أعيش في كوكب تاني. من الخبر ده تروح لخبر تاني